بتعرفي شو شفت بالمنام؟ كنت بالحديقة السرية وكان عم ينزل التلج والأرض بيضة وكان العرش موجود بنص الحديقة. بالأول فكرت عليه تلج، بس لما قربت منه شفتك انتي نايمة على العرش مثل الملاك. قربت منك ولمست وشك، ولما فتحتي عيونك ابتسمتيلي، حسيت انه الدنيا ما عاد وسعتني. وبعدين شو صار؟ وبعدين قعدت جنبك وبستك. بهاللحظة حسيت انه النور غطى المكان، عيونك صاروا يلمعوا وصاروا بلون النور اللي حوالينا. فجأة صرنا انا وياكي جسد واحد، وضعنا انا وياكي بهالنور. ليش نحن مو هيك اصلا؟ جسد واحد بهالنور. هالمنام ما إله غير تفسير واحد، حسيت ربي عم يعطيني إشارة، معناتها الإشارة هي إني ضل جنبك. إن شاء الله يا أحمد، ربي يعافيك ويخليك فوق راسي. كل وحدة تروح على شغلها. سلطانة، اسكندر شو بده يصير له؟ سلطانة عم بيقولوا انه رح ينعدم. مليكة روحي على اوضتك. سلطانة بترجاكي تساعدي، مولانا بيسمع منك. لو سمحتي احكي معه سلطانة، اسكندر شخص كتير منيح، صدقيني هو مظلوم. شو بيصير إذا ساعدتي؟ بعدين أنا مليكة خلص خلص، أنا ماني ناقصتك. مولانا مريض وحضرتك ما عم بتفكري غير بقصة الحب والغرام. سلطانة يلا انتو كمان كل وحده على شغلها. هيجا استني شوي. السلطانة قسم، ليش هيك قالت؟ شبه مولانا السلطان؟ ما في شي مهم، مولانا عم بيعاني من شوية أوجاع بمعدته، والسلطانة قسم كتير متضايقة من هذا الوضع. أنا رايحة لشوف مليكة. يلا Thank you.
وخليهم يعملوا يلي بدهم اياه. مهما حاولوا قالوا غير يلي بيكتبوا ربنا ما بيصير. ومكتب لك تكون سلطان السبع اقاليم. وما في حدا بالكون في واقف بوش القدر. شو ما قدر لي لسه يا درويش؟ رب العالمين شو كاتب لي بهالحياة؟ شايف حياتكم كلها نور، وكمان شايفك سلطان عظيم. وبإذن الله رح تمر كل هالغيوم السوداء على خير. أنا طول الليل قاعد عم راجع الدفاتر القديمة وعم عاين الحالات المشابهة لحالة مولانا. منيح، وشو صار معك؟ إلك البشارة يا سلطانة، الوضع مانو مخيف للدرجة اللي قالوا لك عنها. أنا لقيت طريقة، لقيت دواء ممكن يشفي مولانا. الحمد لله. وشو هو هالدواء؟ هذا الدواء مفيد ومصنوع من مجموعة أعشاب، وفي أكتر من حدا أخذ من هي العشبة وشفي من مرضه. يا الله، الحمد والشكر لك يا ربي، الحمد لله اللي استجاب لدعائي. إسحاق أفندي، أنا مستعد للي بدك إياه. أمنيتي الوحيدة إنه مولانا السلطان يتحسن ويتعافى يا سلطانة. أنا نفذت أوامرك يا مولاي السلطان، وحكيت مع السلطانة قسم، وهلأ هي مفكرة إنه في دواء معجز رح يشفيك. عظيم. أنا ما بدي إياها تضل مزعوجة ومقهور علي، وبدي إياها تضل مبتسمة دائما. يمكن هذا الدواء ما يشفيك، بس هذا الدواء مفعوله كتير قوي، رح يخفف من أوجاعك ويخليك تضل واقف على رجليك. أنا بعرف تماما إنك حكيم ماهر. بس يمكن أنا بحاجة لدواء أقوى. يا ريت لو كان فيني أعمل لك دواء أقوى يا مولاي. شكرا، فيك تنصرف مولاي السلطان. كل خطوة رح تخطيها، أنا متأكدة إنك رح تكون حاكم كتير قوي وكمان عادل. وبإذن الله أنا رح أكون جنبك، ما رح أتركك. ناطرنا مستقبل رح يكون كتير حلو. أنت بتهتم بشؤون الدولة وأنا بربي ولادنا ومنعيش السعادة. قسم، صدقيني، انتي انتي يا قسم اول واكبر انتصاراتي. Thank you.
الحمد والشكر، الله استجاب لدعائي أنا وياك. حكيت مع الحكيم إسحاق وقال لي إنه مرضك له دواء. أنا ما قلت لك يا قسيم، من شان هيك لبقى تزعلي حالك وتتوتري من شاني. أنا ما بحبك تزعلي. يا الله لو تعرف قد ايه كنت خايفة، بس هلأ كتير مبسوطة. لا لا تخافي علي، وبإذن الله رح أخلص من هالعلة. اسمعيني، أنا قررت أني زوج السلطانة دلبر من داود باشا. بدي منك تهتمي شخصيا بالموضوع. بركي هالعرس بيكون نهاية للهم والمشاكل اللي عم نمرق فيهم. مو معقول، أنا فكرت رح أتزوجها من خليل يا مولاي. إيه صحيح، بس دلبر بالصدفة شافته وحبته وإجت وطلبت مني إنها تتزوجه، وأنا ما فيني رد لها أي طلب. شو قلبك طيب وبتحب تزرع البسمة على وجوه الناس. الله يعافيك ويخليك فوق راسي. أهلا وسهلا بالسلطان، شرفتونا يا مولانا. أهلين فيك يا محمد أفندي، أنت صايغ ممتاز والكل بيشهد لك. من شان هيك إلي عندك طلب. أنا بأمرك مولانا السلطان. ناوي أقدم هدية مميزة للسلطان قسم، تكون حلوة وما في مثلها وبكل الدنيا ما لها أي مثيل، وتكون من أغلى الأحجار الكريمة. بس الموضوع بيضل بيني وبينك، فهمت علي؟ رح أعمل شوية تصاميم وبجيب لك ياهم خلال كم أسبوع، تختار لي بيعجبك ومن بعدها. لا كتير هيك يا محمد أفندي، معك كم يوم لتسلمني ياهم. مولاي هيك ما بيمشي الحال. مشكلتك مو مشكلتي، لازم تورجيني مهارتك وتثبت لي إنك أهم صايغ.